الملك عبد الله الثاني المقابلة الإعلامية. ينضم إلينا الآن على الهواء مباشرة وزير الدولة لشؤون الإعلام السابق سميح المعايطة. معالي سميح المعايطة، أهلا بك عبر الراديو، هلا، يسعد هالمساء. مساء النور ستي، أهلا وسهلا فيك. يا هلا بيك. يعني معاليك، كون جلالة الملك أول زعيم عربي بيزور واشنطن بعد استلام الرئيس جو بايدن الحكم، كيف بتقرأ هذا المشهد من ناحية الفائدة طبعا للأردن؟ والله شوفي، هي رسالة زيارة زي ما وصفها جلالة الملك، قال دائما من أنجح الزيارات لواشنطن. طبعا هو هذا وصف جلالة الملك اللي يدرك كل التفاصيل، هو صاحب الفعل في كل الأمر. بتقديري للزيارة إجت بعد سنوات صعبة سياسيا في المنطقة، سنوات ما صنعتها بس كورونا، صنعتها الإدارة الأمريكية السابقة، الرئيس ترامب كان كثير يعني سلبي تجاه الأردن، بخاصة فيما يتعلق بتعامله مع الملف الفلسطيني وتأثيراته على الأردن. تقارنوا قديش كان يعني هذا الأمر ضاغط على الأردن، لأنه كان مطلوب من الأردن يروح في مسار بدفع في ثمن من هويته، وبيكون شريك في تصفية القضية الفلسطينية وصرع على الشقاء الفلسطيني. لكن الأردن اختار أن ينحاز إلى موقف الصلب، وتعرف أنه حكيم من 2019، وقبل كان جلالة الملك معلن الموقف. كانت سنوات صعبة الأردن تعرض فيها، خلينا نقول، لمحاولات لإضعاف دوره، لتهميش دوره، محاولات لإيذائه في بنيته، بما فيها تداعيات يعني بعض القضايا اللي صارت في الأردن خلال الشهور الماضية. هاي الزيارة أعادت الدخول في مشتمين، أعادت بناء العلاقة مع الولايات المتحدة بطريقة مختلفة، موضعت العلاقة الأردنية الأمريكية، أعطى قوة دفع كبيرة للدور الإقليمي للأردن بشكل كبير. كان في رسائل، وأكيد حضرتك تابعتي، الأمريكان كانوا يعني واضحين في رسائلهم الإيجابية تجاه الأردن. نعم. حتى قبل القمة ب 14 يوم حوالي تقريبا كان في ترحيب من الرئيس بايدن بلقائه بجلالة الملك، وكان فيها شيء مهم سياسيا للأردن كثير مهم. اقتصاديا بعتقد أنه بعد اللقاءات التفصيلية اللي راح تتم بين الجهات الأردنية الحكومية والجهات الأمريكية، راح نشوف إن شاء الله نتائج إيجابية بشكل كبير. بتقديري بتوقيتها أول زيارة، ودائما احنا بتعرف زيارات جلالة الملك للأمريكا مش تحمل بس قضايا الثنائية الأردنية الأمريكية، بتحمل الملفات العربية طبعا، سوريا، العراق، فلسطين، هذول كانوا من أهم الملفات اللي كان جلالة الملك بيحاول يرسلهم على، خلنا نقول، التصور الأمريكي، ويعني يخدم قضايا الأمة ويخدم قضايا العرب في هذا الموضوع. فبتقديري أنه كان واضح أن زيارة كثير ناجحة بالتوقيت، بالرسائل الأمريكية بهذا الموضوع، وهي جت بعد ما كنت سنوات الإعجاب السياسية اللي مرت علينا خلال من 2017 من يوم نقل السفارة قبل إلى حد يعني بداية السنة دي لما تغيرت الإدارة الأمريكية. صحيح. يعني معاليك، ما أنه أنت ذكرت الملفات العربية اللي بيطرحها دائما ويحملها دائما جلالته معه، في هذا اللقاء تحديدا جلالة الملك أكد فيما يخص القضية الفلسطينية أنه في خطوط حمراء لا يمكن تجاوزها. فخلينا هون بس نوضح أكثر الدور اللي بيستمر الأردن دائما بتقديمه من خلال جلالة الملك لإقامة الدولة الفلسطينية. شوفي، هو تبني موقف واضح، يعني الأردن ما عنده، أولا دولة منحازة للسلام الحقيقي، هذه مسألة محسوبة، يعني بلد ما عندها لغتين، ما عندها شيء فوق الطاولة وتحت الطاولة، ما بتحكي بلغتين بين لشعبها أو للناس ومع الأمريكان والعالم بلغة واحد بلغة ثانية، صح، بتحكي بلغة واحدة. الأردن مع السلام، هذه مسألة مفهومة، الأردن له علاقة أو له معاهدة سلام مع إسرائيل، والأردن يدعم لفكرة السلام في العالم وفي المنطقة. نعم. لكن هو بيتحدث عن سلام بيرجع حقوق. هي مشكلتهم كانت مع الرئيس ترامب ومع نتنياهو أنهم بدهم علاقات عربية إسلامية مع الأمريكا مع إسرائيل، لكن دون أن ينعكس ذلك على إعطاء الفلسطينيين حقوقهم، يعني يعمل علاقة مع، وهذا حكى جلالة الملك بمقابلته إحنا مش مفيد وما بيصير علاقات مع العالم العربي والإسلامي، لكن بالأخير الفلسطينيين بالذات التعنت تجاههم من قبل الإسرائيليين. فالموقف الأردني واضح، السلام يجب أن يكون في نهاية المطاف له منتج، المنتج هو إعادة حقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على التراب الوطني الفلسطيني. هذا المنتج اللي لازم يطلع من السلام، يعني أي عملية بالآخر فيها المدخلات والمخرجات. أي سلام أو أي شيء يوصف بالسلام لكنه بالآخر
المواطنين بيظلوا محرومين من حقوقهم وبيظلوا مش حاصلين على حقهم الوطني على أرضهم ودولة الإسبانية. هذا الأردن اللي بيرفضه، ونقطة الخلاف الكبيرة اللي كانت بينه مع الإسرائيليين ومع نتنياهو مع أي طرف. فالسعي الأردني دائما إعادة التفاوض الفلسطيني الإسرائيلي على أسس واضحة اللي هو أهم حل الدولتين، ومفاوضات نهايتها إقامة دولة فلسطينية مستقلة على التراب الفلسطيني وحماية حق الفلسطينيين من جهة، والعرب والمسلمين في القدس والمقدسات من خلال أن تكون القدس الشرقية عاصمة الفلسطينيين والوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية. هذه الرؤية للملك الملك بتعامل فيها بالعالم، وهي التي تحدد علاقته بالحكومة الإسرائيلية إذا كانت علاقة إيجابية ولا علاقة نعم مزبوط. معليك، سؤالي الأخير بدي أرجع أخص في الأردن. من خلال حديث جلالة الملك بيّن أنه فعليا الأردن بيعيش بمنطقة صعبة، فكيف للدولة الأردنية أنه ترجم رؤى جلال الملك اليوم وأنها تنعكس على المستوى المعيشي، خلينا أقول للمواطن الأردني؟ والله هذا التحدي الأبرز والأهم، خاصة مع أزمة كورونا اللي زادت الصعوبات على الناس بشكل كبير. يعني خلينا أقول الحكومة بأي حكومة بتكون موجودة بدها تبذل جهد تشعر الناس أن الأمور تسير إلى الأحسن، أن احنا بنروح خطوط الأمام. هسا ما في حدا بيقدر يحكي لك عن حلول سحرية لمشكلة الاقتصاد اللي صعبة بعد كورونا، ومش عندنا بالإقليم وبالعالم، لكن احنا عندنا خصوصية أنه في عندنا مشكلات أخذت خلينا نقول مدى أكبر، زي البطالة، الفقر، بدها معالجات وبدها تروح فيها لشيء بلمس الناس معها انه لازم الامور تتحسن. هذا امر مهم، يعني لازم بالاخر، وهذا بحكيه الملك دائما، جلاله الملك دائما، انه لازم الناس تلمس التحسن. اما شخص المواطن يسمع تشخيص للمشكله من الحكومات، اعتقد هذا الامر بده تغيير في التعامل. فان نروح لقدام بواقعيه بضوء الامكانات مع كنا لكل الصعوبات، لكن حس حالنا ماشيين للأهم خطوات بهذا الموضوع. الجهد اللي بذل الولايات المتحدة مع قضية مختلفة طبعا فيها، بس مش بس المساعدات المباشرة للأردن من أمريكا، كمان في جهات هناك للتنمية، للمساعدة في موضوع كورونا، للمساعدة في موضوع اللجوء السوري. هذه ممكن استثمار، يجب أن يكون هناك شغل واضح من الحكومة باتجاه من هذه الجهات. أنا بدي أشكرك جزيل الشكر وزير الدولة لشؤون الإعلام السابق سميح المعايط على وجودك معنا وتعاونك الدائم مع راديو هلا. يعطيك ألف عافية وشكرا جزيلا. يا هلا بيك. هذا البرنامج برعاية